أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا. الآن نحن أمام جهاز محاكاة لطائرة حارس السماء. هذه الطائرة اللي تم تصنيعها وتطويرها بالكامل من قبل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، انتهت كل مراحلها الأولى فيما يخص التشغيل التجريبي، وهي الآن بفضل الله موجودة داخل هذا المعرض في جناح سامي على وشك أن تسلم بالكامل.